بجامعة الملك خالد، ممثلة بكلية علوم الحاسب، باستضافة المؤتمر السعودي للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في دورته 12 من أجل الاستدامة البيئية في كل من مجالات المناخ والزراعة والمصادر الطبيعية. نسعى من خلال هذا المؤتمر لجمع الباحثين والشركات القائمة على الحلول التقنية والمؤسسات من أجل دفع الابتكار من أجل البيئة. يميز المؤتمر في دورته هذه حضور ما يمثلون الانفراستراكشر في الحوسبة عالية الأداء، وكذلك حضور الباحثين والأكاديميين من جميع الجامعات السعودية، أيضا حضور الطلاب في هاكاثون لمدة 3 أيام في مشاكل متعلقة في المناخ والموارد الطبيعية والزراعة باستخدام حوسبة عالية الأداء. سلط المؤتمر الضوء على حوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الاستدامة والمناخ، ولله الحمد تمكن المؤتمر من تقريب بين مجالات الاستدامة والتقنية والمناخ، مما يعكس أهمية التكامل والتعاون بين هذه المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نسعد في جامعة الملك خالد ممثلة لكلية علوم الحاسب في استضافة الهاكاثون المصاحب للمؤتمر السعودي 12 في الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، حيث يعمل أكثر من 30 فريق على إيجاد حلول مبتكرة باستخدام الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في مجالات الطقس والمناخ وإدارة الموارد الطبيعية. تأتي هذه المبادرة لرفع قدرات أبناء الوطن في مجالات التقنيات الناشئة لإيجاد حلول مبتكرة وتهيئتهم لسوق العمل. طبعاً حرصنا في كلية علوم الحاسب على استضافة أفضل الشركات في مجال الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي نظراً لدورهم الفعال في هذا المجال، وكمان نفتح المجال للمشاركين والحضور للتفاعل المباشر والتعاون في مجال أحدث الحلول والتقنيات. لهم منا كل الشكر الجزيل على مشاركتهم لنا ودورهم في تعزيز قيمة هذا المؤتمر.